حليلاتي سايب على الله انا حكاياتي واللي عاملين اخواتي طلعوا مع حزب الاندال كان زمان خير الغيري دلوقتي هالغنى تقديري ما تمرش فيهم يا بخيري حبوا لازا وطري بطال دول معايا عشان معايا الكشات لمت صحاب كانوا يتمنوا ازايا طبع الكيوف غلاك قلب دايا يلا غوره مش هنزعل عاللي راح كل واحد جاي دوره هفتح انا باب الجيران لو عالخرق ما تفرقوني فاكرين ده هتبكوا عيوني قلبي قاسي على اللي خانوني كده خلصة يا ابو مرضية مفيش عتاب ولا محبة شطبنا اخر حبة اوعك تعيشها على اللي ربى شغلتكو هلس ومقضية انتوا فين انا مش شايفكو مش كلام يا ابني برجولة بالاسامة انا مش عارفكو عاوز اشوف منكم بطولة العرك عاوز المغامر مش بتاع بابا وماما يسألوا الاخصام بغامر عالوشوش علمت ياما السجن واخد الجدعان انا اخويا وقرا الوبا ما تحني يا شوش سجان وحشنا اخويا وعني بعيد الدقيقة صعبة ودي حقيقة براءه كان في دقيقه بس القدر غلب وعمي صعب تلقى حد سالك النفوس وحشه وحقوده طبعهم دايما مهالك ويقولوا لك يلا ست كوكب الخاينين ده واسع لما كل اقرب ماليا شفتوا بس الفرق شاسع وفجاه اتقلبوا عليا هعيش لحالي انا احلالي هبقى شخص يبقى اناني هقسى واجرح يا زماني كل اللي باع لازم يتباع خاين وعملوا ليهم سيل والدنيا عاوزة اللي يزيد حتى السالك فيها عبيد ويقولوا على عاقل خدام ابو جزيرة غنى وسمع بهاء جمال كتب الكلمات وزوكا في التوزيع ده بدا بصمته يابا جايبة ترندات اجمل ادارة كريم الاسطورة ادارتنا اسمه في العالم انتاج ده محمود